تروح لزميلنا كريم احمد ولاعب اسم على مسمى، لاعب كان له دور كبير جدا في المكسب مباراه النهارده ومباراه نادي الزمالك اللي فاتت، هو لاعب زي ما قلت لحضراتكم اسم على مسمى محمد ابو النصر. اتفضل يا كريم. محمد محمود ابو النصر، واحد من النجوم وواحد من الرجاله، كان ليه مجهود كبير مؤثر بشكل كبير كالعاده في كل المباريات، لكن المباريات النهائيه بتتطلب مجهود كبير منكم يا ابو النصر. حابب تقول للعيبه الرجاله وبتهدي الفوز لمين يا ابو النصر؟ والله الحمد لله فوز صعب وفوز مهم لينا، ان شاء الله يبقى موسم استثنائي، وان شاء الله احنا ناويين السنه دي نعمل حاجه ان شاء الله اول مره تحصل في نادي في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله الدوري بتاعنا وهنحارب عليه لاخر ثانيه، ومن بكره ان شاء الله هنبدا نركز في الدوري عشان دي اهم بطوله عندنا، وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. زي ما ادينا حق اللعيبه ندي حق الجهاز الفني الحقيقه، يعني جوستي بوج الجرحي رامي دياست مجهود كبير جدا، كمان قرب السن بشكل كبير جدا، ده فارق معاك ابو النصر اكيد. طبعا هي منظومه كلها كامله متكامله زي ما بيقولوا، من اول كوتش وجوستي لحد اصغر واحد في الفرقه، الحمد لله اللعيبه كلها رجاله وكله ما بيفكرش غير في المكسب وبس، كله بيحاول يساعد، والحمد لله معانا جهاز على اعلى مستوى من كل الجهاز، المدير الفني والمدرب العام ومساعد المدرب وكل الجهاز، حتى الدكاتره كل الناس في ظهرنا، وربنا يكرمنا في اللي جاي. سيبك تفرح واسيبك للميداليات يا حبيبي. الله يخليك. مبروك من جديد. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بنغطي طبعا لحظه بلحظه الاجواء الخاصه طبعا هنا في استاد في صاله الدكتور حسن مصطفى بعد فوز النادي الاهلي ببطوله كاس مصر البطوله العاشره في دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. ابو النصر يعني الحقيقه كان ليه دور كبير في النصر النهارده بأدائه الرجولي بالدفاع في اخر شوط على المحترف الامريكي بصفوف نادي الاتحاد، يمكن عزله بشكل كبير جدا وده اهدى الفوز. وزي ما قال ابو النصر محدش بيفكر مين اللي يلعب، محدش بيفكر مين اللي يحط سكور، ولكن الروح الجماعيه كلنا عندنا هدف واحد هو الفوز. لسه عندنا بطوله وان شاء الله هننسى المكسب ده ونروح لبطولتنا.